في الساعات الأخيرة ظهر مؤشر قوي بيقول إن تعويم الجنيه أصبح قريب جداً وإن الحكومة خلاص لازم تتدخل لضبط فوضى سوق صرف العملات الأجنبية. فيا ترى إيه المؤشر ده؟ وإيه تأثيره على سعر الدولار في السوق السوداء؟ وليه لازم الحكومة تتحرك بسرعة في الملف ده؟ بانكير نبض البنوك. ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري لمستوى قياسي جديد في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال آخر تعاملات تمت امبارح بالليل. والارتفاع الجديد بيشير لزيادة رهانات المستثمرين على انخفاض الجنيه بشكل كبير في الفترة الجاية مقارنة بالسعر الرسمي المستقر من مارس اللي فات. وبتشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل سنة الوصول الدولار لمستوى 57 جنيه و75 قرش أمام الجنيه، وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيه للدولار لأول مرة من حوالي شهر تقريباً. الارتفاع الكبير اللي حصل في سعر دولار العقود الآجلة بيتزامن مع تعديل وكالة مودز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لخمس بنوك مصرية كبرى لسلبية بدل من مستقرة. ده بجانب كمان زيارة لبعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وضخ تمويلات إضافية لتخفيف نخوض التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري واللي تسببت فيها الحرب في غزة وزادت حدتها بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وبيتزامن كل ده كمان مع ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق في السوق المحلية، ده بالإضافة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه لأعلى مستوى في التاريخ. حد ممكن يسأل ويقول طب وإيه هي العقود الآجلة للجنيه؟ دي عقود بتتم بين طرفين، بيضع كل طرف رهانه في العقد على السعر اللي هيوصل ليه الجنيه بعد سنة من دلوقتي لو كانت الأجل 12 شهر، وعشان كده سميت آجلة أي لا تحدث حاليا. وعلى سبيل المثال لو اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد وبعد مرور السنة كان سعر الدولار 50 جنيه هتحقق ربح كبير، أما لو فضل زي ما هو أو انخفض دون 40 جنيه مش هتحقق أي أرباح. وبالتالي لو توقعت العقود ارتفاع بالدولار فده بيدل على أن فيه مخاطر بتحيط بالجنيه المصري والعكس صحيح. وفي حالة الجنيه المصري بيتم الحديث عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، ودي مجرد أداة بتستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات لما بتزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. وبيختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي فإنه مفيش تسوية فعلية لعملتين عند حلول موعد الاستحقاق. وغالبا بتقوم البنوك الاستثمارية الكبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وبتداولها منصات إلكترونية دولية، وبيتم استخدامها لما بتواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، وبيتم وضع سعر مستقبلي متفق عليه بين الطرفين بيحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. وبتواجه مصر ضغوط كبيرة في الشهور الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار، وده بعد خروج أموال ساخنة بحوالي 22 مليار دولار جراء تداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النص الأول من 2022. وبسبب الأزمة دي لجأت لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية، وحصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليار دولار هيتم صرفه على مدى 46 شهر، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار، لكن الصندوق أجل صرف دفعتين قيمتهم حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وامبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم خلال الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة عن أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية، وقال إن الدولار بيمثل دايما مشكلة للدولة كل كام سنة بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه، وأكد إن الحكومة بتحاول حل الأزمة وطرحت رؤية لمعالجة الملف ده. واعترف الرئيس بوجود ظروف صعبة وأسعار مرتفعة، وفي نفس الوقت أشاد بصلابة وتحمل المصريين للضغوط الاقتصادية وأكد أن الظروف الدولية والإقليمية فرضت على مصر تحديات اقتصادية كبيرة. السيسي قال لو موارد الدولة من الدولار ما بقتش تساوي إنفاقها فمشكلة الدولار هتفضل موجودة، وقال أن الدولة بتعتزم إطلاق حوار مجتمعي أشمل وأعمق بشأن الاقتصاد. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بانكير
نبض البنوك.